الغاز تاع لاسيتي. مواطنون في مدينة باتنا وبعد أن جمعوا فواتير الغاز في صناديق توجهوا إلى مقر سونا الغاز لإعادة هذه الفواتير إليهم ومطالبتهم بإرسالها إلى أصحابها الحقيقيين في فرنسا التي تأخذ غاز الجزائريين مجانا وبدون وجه حق. هؤلاء المواطنين أعلنوا أنهم لن يقبلوا هذه الإهانة ولن يدفعوا الفواتير بعد اليوم حتى يعود غاز الجزائريين لأصحابه، وهذا بالإضافة إلى أن بعض عمال سونا الغاز أعلنوا رفضهم قطع الكهرباء والغاز على المواطنين الذين لم يدفعوا تضامنا معهم حتى تعود الحقوق لأصحابهم. أسامي فرنسية بعدهم تاع فرنسا يديهم ماكرو وحبابو الغاز نتاعنا ونزيدو نخلصوا عليه الرسوم هذه، وفرنسا تدي وتزيد تتبع تبيع. هذه هي الأمانة تاعكم، أنا ما نحرقو ما نكسرو. شحال كاين الورقة هنا؟ تحت شعار لا لتسديد فواتير الكهرباء والغاز. لا ناس ملاح وسيئين أخويا، ما نديرو في والو، واش بغينا؟ بغينا نرجعو لهم الأوراق تاعهم علاه؟ مغالطين في الدراجة، ما يجوش عندنا حنا، هذه يهزوهم في الطيارة يبعثوهم فرنسا، أسامي تاع أسامي والو بدلوهم، ما نشكاو عنا هذو. الفترة هذو عطيهم الماكرو، عطيهم الماكرو، عطيهم فرنسا.